بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم درت لكم وصفة تاع الشطيطحة بالبوزلوف تاع العيد. تجي بنينة وتجي هايلة وتجي في منتهى الروعة. بنينة بنينة ما شاء الله. تبعوا معايا الفيديو للنهاية باش تشوفوا كاع تفاصيل تحضير هذه الشطيطحة الرائعة وفرجة ممتعة. بسم الله. دوك نعطيكم مقادير تاع هذا الشطيطحة بوزلوف. طبعا هذا بوزلوف تاع العيد، راني شوطته وغسلته مليح وطيبته بالتوابل. درت فيه الملح، درت فيه فلفل كحل راس الحانوت، وحبة يعني بصلة تكون مليحة هكذا يطيب وتكون فيه هذيك البنة تاع يعني يجي بنين كي يطيب هكا في التوابل مع البصل مع الملح. كي خلاص يعني تقريبا راهو طاب، نحيت له كاع العظم. وذوك راني راهو برد، راني نقطع فيه هكا مرصوات يكونوا هكا شويه ماشي كبار بزاف هكا مرصوات يكونوا هكا شويه ماشي كبار ماشي صغار بزاف. هكا راح نديرو به يعني تجي شطيطحة، لازم يكون هكا طايب باش نديرو شطيطحة. نعم ليك ذوك البوزلوف خلاص راني قطعته. ذوك نحتاج اللوازم هذو اللي راح نديرو بهم شطيطحة. نحتاج هكا كمشة حميصة، حبة طوماطيش مسكرفجة، عندي نص راس ثوم هكا مسكرفج، توابل نعرفو قاع شطيطحة بوزلوف تبغي بزاف الكمون، عندي كمون، فلفل كحل، راس الحانوت، فلفل عكري، ملح. واللي يحب الحار، انا نبغي شطيطحة تاع بوزلوف تكون هكا شوية حارة، رايحة ندير شوية هريسة. وعندي الزيت وهذه المرقة اللي طاب فيها البوزلوف، راني استحفظت هكا بشويه باش نمرق بها الشطيطحة تاعي. بسم الله. دوك نبداو على بركة الله، نديروش بزاف زيت هكا، ثلث مغارف هكا يكفي. اول شي راح ندير الثوم، نخليها هكا يتقلى غير شويه من بعد نزيد له الطماطش هكا باش ما يتحرق لناش. نعرفوا الثوم غير نخلوه شويه زياده يبدا يتحرق. هكا راح نزيد له الحبه تاع الطماطش. ندير دوك التوابل، ندير هنا الكمون، راح ندير هكا شوية فلفل كحل، ندير الملح بصح ما نكثرش غير شوية خاطرش راني طيبتو ديجا في الملح. من بعد كي نذوق نشوف ولا خصني نزيد. ندير راس الحانوت تاني، راح ندير منه شوية ماشي بزاف. هكا بس نص مغرف فلفل عكري،
نزيد طماطيش الصغرى واللي مرحب بيا الحار نص مغرف هريسة هكا البنش تضحى تاع بوزلوك تجي بزاف بنينة كي تكون هكا شوية حارة. اللي يحب ثاني يدير الفلفل نورمال هكا راس تاع الفلفل يعطينا ثاني البنش تضحى. دوك راح ندير البوزلوك هكا نخليها هكا شويه كان يدي قاع من البنه تاع التوابل. ندير ثاني الحميصه ندير هكا شويه حشيش الشوربه نخلي دوك الشطيحه تاعي هكا تقلى واحد الخمس دقائق باش تدي كاع من البنه هذوك تاع التوابل والثوم مع الكمون راهي ريحتها تشهي ما شاء الله قبل ما تطيب راهي روعه. هكا دوك كي تقلات لي تقلى لي مليح البوزلوك رايح نمرق بالماء هذاك اللي طيبناه فيه هكا باش يعني يعطينا البنة ويجي بنين ويجي هايل هكا غير شوية بعد ماشي بزاف باش تطحن تحتاجش يعني هكا بزاف المرقة. هكا دوك نخلي هكا الحميصة راهي طيبة والبوزلوك راهو طايب يعني 15 حتى 20 دقيقة نطفي عليه. هاي شطت هذوك تاع بوزلوف راهي خلاص رايحه نطفي عليها. هكا دات لي 20 دقيقه يعني ما تسحقش بزاف طياب خاطرش البوزلوف طايب والحميصه كيف كيف صافي غير هكا 20 دقيقه خلاص يكفي. دوك راح نزيد عليها هكا شويه تاع الحشيش يعني تجي بنينه بزاف بالحشيش هكا دوك نطفي عليها نولي ليكم فيما بعد باش تشوفوا في طبق تقديم ان شاء الله. هاي ليك دوك الشطيحه تاع بوزلوف راهي حاضره في طبق التقديم راهي تشهي جات خاثره هكا طيبت البوزلوف حتى يعني طاب مليح والحميصه كيف كيف غير درت ثوم والدرسه باش تشرب مليح البوزلوف ويجي بنين يعني جا في منتهى الروعه ما شاء الله. ونتمنى انكم تجربوه بهالطريقه يجي بزاف بنين مع اللي درت له الكمون معروف هكا نديروا الشطيحه بوزلوف بالكمون والثوم مع الحار ثاني اللي يحب الحار يدير هكا شويه تاع الحار ما شاء الله روعه. جربوها بهالطريقه اكيد راح تعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو ابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي والى الملتقى مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.